كنت عايز اقول لكم عليها زمايلكم بس فكروني بيها. بص يا ولاد، دلوقتي العيان اللي عنده ترايكسب تريجيرج او حتى يعني حتى اللي هو عنده سيستميك فينس كونجيشن، اللي عنده سيستميك فينس كونجيشن بالتالي كلنا فهمنا ان الليفر ممكن يبقى ايه؟ كونجستد، مش كده؟ الليفر هيبقى كونجستد، فهتلاقي الليفر انلارجد والكبسوله استريتشد يبقى فيه بين، مش كده؟ طب ايه رايك لما هو يعمل مجهود؟ لما يعمل مجهود الفينس ريتيرن هيزيد على الرايت سايد اوف ذا هارت، يقوم السيستميك فينس كونجيشن ويزيد. وانا عندي اللي عنده رايت سايد فيلير او اللي عنده ترايكاسبيت ريفيرج الرايت ايتريال بريشر اخباره ايه؟ عالي، عشان كده فيه سيستميك فينس كونجيشن. طب هو لما يعمل مجهود الفينس ريتيرن بيزيد، لما الفينس ريتيرن بيزيد يقوم الرايت ايتريال بريشر يعلى اكتر، يقوم الليفر يبقى كونجستد اكتر، يقوم العيان يتوجع اكتر. يعني هيبقى الليفر كونجستد اكتر فالستريتش على الكبسوله يزيد، فالمريض يشعر بالم فالرايت هايبوكوندريم لما يعمل مجهود. دي اسمها عندكم هيباتيك انجينا، تلاقيها مكتوبه ده لفظ كده، يعني لفظ ظريف يعني هيباتيك انجينا. فهمتوا؟ يبقى الهيباتيك انجينا بتحصل عموما مع السيستميك فينس كونجيشن، اتوصفت في رايت سايد فيلير، اتوصفت في ترايكاسبيت ريفيرج، وزي ما تقول بتبقى يعني حاجه كده زي بين هايبوكوندريال مع الاكسرسايز. دي بس ممكن تيجي كده في وسط الام سي كيو ولا حاجه، فانت بتسمع كلمه هيباتيك انجينا كنت تتخض، يعني ده كلام بسيط وحاجه بسيطه يعني. في بقى الكونجينيتال هارت ديزيز نخش عليه. اول حاجه امتى نشك ان في كونجينيتال هارت ديزيز؟ يعني انا دلوقتي قدامي عيان، انا قدامي عيان، العيان الحقيقه انا شكيت ان هو كونجينيتال هارت ديزيز، ايه اللي خلاك تفكر ان ده كونجينيتال، ان الحاله دي كونجينيتال؟ أولا سنه أقل من 5 سنين عادة، لأن أنتوا عارفين الروماتيك فيفر سنها من 5 ل 15، يعني عادة الروماتيك فيفر بتيجي في سن أكبر. لا ده الواد سنه 4 سنين وجاي عنده هارت ليجن، يبقى غالبا كونجينيتال. الولد عنده سيانوزيس سينس بيرز، الولد عنده ستانت جروس، الولد عنده اسوشيتد كونجينيتال انومالي. الواد في على فكره كده، انتوا عارفين الفي سي دي؟ الفي سي دي طبعا الفي سي دي السرير بتاعه بيبقى ايه؟ واضح قوي، فظيع يعني، بالذات لما تخيل بقى طفل لسه عنده مثلا 6 اشهر ولا حاجه، يبقى الطفل صغنطط خالص، بالتالي ده مامته بتحس السرير. تيجي وهي ماسكاه كده تقول لك الواد بيزن مش عارف ليه كده، خلي بالك يعني هي تستغرب ايه ده؟ وتيجي تقول لك الواد ده بيزن ليه هنا كده؟ يطلع عنده في اس بي. يعني كل دي حاجات بتشككني ان الراجل ان الولد ده فعلا عنده. ايه رايك في الهايبرتنشن؟ الهايبرتنشن في التشايلد، هسأل سؤال، لو جالك طفل عنده هايبرتنشن ايه اشيع السبب
ممكن تفكر فيه رينا اللي هو عارف ايه اكيوت كولينرنف رايتس. والكلام ان شاء الله هناخدها في حته شويه كده اللي هو بيسموها الفريتيك سندروم اللي هو احنا نسمع عن البوست ستريبتوكوكال كولينرنف رايتس. لكن في كونجينيتال هارت ديزيز كلنا نسمع عنه كو اركتيشن. فانا النهارده لما يجي لي طفل عنده هايبرتنشن برضو الواد اللي ضغطه عالي ده هو عنده يا اخويا يبتدي بقى ننبش ممكن يطلع كو اركتيشن. يعني في ناس اللي عندها كو اركتيشن وهو ما يعرفش ويتفقس وهو سنه 18 و19 و20 سنه يبقى مايل وبعدين يتفقس في يوم اللي هو هايبرتنسيف ويبتدي نمشي وراه لحد ما نطلع ان ده كوأركتيشن. يعني العمليه بتبقى سيبك من الحالات الفرانك اللي بتبقى في المستشفى دي. طيب الكوزز اوف كونجينيتال هارت ديزيز عموما بقى يعني يقول لك جينيتك ديفكتس معينه يقول لك ايراديشن روبيلا حاجات اللي انتوا عارفينها دي تعرض الام لاي حاجه برينيتال زي ما قلنا ايراديشن او كده بعض الكروموزوم الابنورماليتيز زي داون سندروم وزي التيرنر يعني بقى حاجات متعرف عليها. طيب ايه انواع الكونجينيتال هارت ديزيز؟ هتلاقي يقول لك سيانوتيك وايسيانوتيك وبوتنشال سيانوتيك. السيانوتيك على راسهم الفالو. الايسيانوتيك يعني ما فيش سيانوزس خالص اللي هو زي البي اس والاي اس كل ده هندرسه بالتفصيل. ثم بوتنشال سيانوتيك يعني ايه؟ يعني كلمه بوتنشال سيانوتيك يعني ممكن يبقى سيانوتيك. كلنا عارفين الشانس المختلفه يبقى ما فيهاش سيانوزس خالص الا اذا حدث ايزنمنجر سندروم وهنتكلم عن القصه بالتفصيل. يعني هو عاده بيبقى ما عندوش سيانوزس لكن سام تايمز ممكن يبقى سيانوزس ليتر اون زي ما هنشوف. طبعا الموضوع الممل الفالو الحقيقه الفالو ده ممل مش كده؟ حاجه يعني وانا بشرحه ببقى بتقطع بصراحه الفالو ده بس هو مهم برضه يا اخي. الفالو ده هو عباره عن ايه؟ اهو اللي هو عباره عن طبعا شايفين الرسمه الى حد ما هتوضح شويه. احنا شايفين ده الاورطه فاتح ليفت فنتركل رايت فنتركل الاورطه ده الاوفر رايدنج يعني كانه هو لكن على كأنه هو راكب على السنتر فبالتالي الأورطة بيفتح في الليفت فنتركل وفي الرايت فنتركل. طبعا دي مشكلة هتخليه يستقبل دم أوكسجينيتد ودم دي أوكسجينيتد. في نفس الوقت كمان في بالمونري ستينوزيس بس الستينوزيس جاي سب فالفولار يعني تلاقي الصمام البلمونري الازرق ده كويس بس في تحت الصمام كده باندلز اوف سيركولار ماسل فايبرز هي دي اللي عامله الاستينوزس يعني زي ما تقول كلكيعه كده تحت الفالف عباره عن سيركولار ماسل فايبرز كده دي سب فالفولار انا هقولهم بالتفصيل. وبعدين في عندي كمان في اس دي بس الفي اس دي زي ما تقول ايه الخط رايح جاي يعني لا يعمل في سي دي سايلنت ما بيشتغلش. وهنلاقي كمان في رايت فينتريكولار هايبرتروفي يعني دي الكومبوننتس بتاعت الفالو. طب تعالى نمسكهم كومبوننت كومبوننت. اول حاجه انت دلوقتي لما تيجي تبص كده ما تيجي تبص هتلاقي سبب السينوزيس ايه؟ ايه السبب اللي انت شايفه عامل سينوزيس؟ السبب اللي عامل سينوزيس الاوفر رايت ان في دم في الرايت
فنتركل هيروح للعروق. حلو كده. طب مين اللي بيحدد كميه الدم دي؟ مين اللي هيحدد ان الدم اللي رايح للاورطه كتير من الرايت فنتركل؟ السيفيريتي اوف بلمونري سكيموزس. يبقى خلي بالك البروجنوزس او مصير المريض هيتوقف على السيفيريتي اوف بلمونري سكيموزس. كل ما كان البلمونري سكيموزس مايلد خلي بالك يبقى الدم هيروح لللنج كويس، وبالتالي الدم اللي هيروح للاورطه قليل. لكن كل ما كان البلمونري سكيموزس سيفير يبقى الدم اللي رايح للبنك هيقل، وبالتالي الدم اللي هيروح للاورطه هيزيد وهيعمل لي هايبوكسيا اكتر واكتر. يبقى عشان كده ما يجي يقول لك ايه الموست امبورتنت ليجن في الفالوت، هتقول له البلمونري سكيموزس. ليه؟ لانه بيحدد كميه الدم اللي جايه من الرايت فنتركل الى الاورطة. كلما كان مايل بي اس كلما كان افضل، كلما كان سيفير بي اس كلما كان اسوأ. طب البي اس بقى ده نوعه ايه؟ سب فالفولار، يعني الصمام نفسه طبيعي، لكن في تحت الصمام حلقه، تحت الصمام بالظبط حلقه مدوره كده اهوت من ماسل فايبرز. هذه الماسل فايبرز فيها ادرينرجيك ريسبتورز. ادرينرجيك ريسبتور. انا بقى هنا كل ما العيان يعمل مجهود او يزعل تبص تلاقي الكاتيكولامين تطلع، تقوم شغاله على الادرينرجيك ريسبتور اللي في هذه السيركولار ماسل فايبر. تروح جايه الحلقه دي تروح جايه ايه؟ هوب تروح جايه قافله. دي بيسموها ايه يا اولاد؟ بيسموها رايت اوت فلو تراكت اوبستراكشن. يعني ايه؟ يعني الطريق المؤدي الى البلمونري فالف ضيق. طب ايه اللي ضيقه؟ في كوندنسيتد ماسل فايبرز غريبه واخده شكل رينج جاست بيلو الفالف. وهذه الريسبتورز بتاعتها ادرينرجيك، فعندها قابليه ان هي تبقى ريلاكسد وتبقى يحصل فيها سباز. السباز مع الاستريس ومع المجهود عشان الادرينرجيك ريسبتور. يبقى البلمونري سكينوزيس هي دي مشكلته. يبقى احنا دايما عايزين العيان ايه؟ يبقى مايلد بي اس. ولذلك من هنا بقى هتيجي القصة بتاعة السيانوتيك سبيل اللي هي يا دكتور اللي هو الولد ده لو طلع يجري وعمل مجهود هيبتدي الادرينرجيك ريسبتور تبقى ستيميوليت في الرينج دي، تروح الرينج قافلة، تروح الرينج قافلة، يوم الدم اللي رايح لللانج مش هيروح كتير. طبعا انا عايز دم يروح لللانج كويس عشان تبقى اكسجينيت، فتلاقي معظم الدم هيروح رايح لمين؟ للأورطة. الدم اللي هيروح للأورطة من رايت فنتركل دي أكسجينيتد، فتلاقي المريض يحصل له إيه؟ هايبوكسيا شديدة تصل إلى سينكوب. دي اللي بيسموها سايانوتيك سبيل. سايانوتيك سبيل. هو ليه الفيز دي مشغلة؟ ليه؟ الفيز دي ليه مشغلة؟ ما أنا لسه دكتور. إحنا لسه بنتكلم. أنا بتكلم على البي إس. خلي بالك دلوقتي احنا بنتكلم عن اربعه كومبوننت، انا بتكلم على البي اس بس حالا. ماشي يا ولاد؟ يبقى هي دي المشكله. يبقى هي دي المشكله. فالواد لما كان بقى يجي له ساينوتيك سبيل كانوا يعملوا له ايه؟ يمسكوه يروح مدين له بيتا بلوكر انجكشن، اندرال انجكشن، عشان يعمل ريلاكسيشن للانفانديبولار ده اللي هو الساب فالفولار. او ساعات يدوا حقنه اسمها دايامورفين. دايامورفين ده بيريلاكس ايضا. ايه كمان يا اولاد؟ ممكن نمسكه نديله اكسجين، وساعات يمسكوه كده يروحوا مطبقينه في بعضه كده اللي هو السكويت. وهنشوف حالا
مين سكواتنج بيبقى مهم في هذه الحاله، لانه يعني هنشوف بعد شويه الفايده بتاعته. يبقى البي اس هو اهم حاجه، لان انا كل همي انا مش عايز الدم اللي في رايت، انا عايز الدم اللي في رايت فنتركل. معظمه يروح فين؟ للبطن. والقليل يروح فين؟ للاورطه. مين اللي هيحدد الكلام ده؟ السيفيريتي اوف بي اس. عشان كده هتلاقي في ناس، هتلاقي في عيال صغيره كده عندها فالوت مستوي، ومهما يكبر في السن ستانتد وسيانوزد وحالته عدم، ده سيفير بي اس على طول. في ناس عندهم فالوت هتلاقيه بقى راجل، يعني في واحد راجل عنده فالوت هتشوفوه، ويمكن شفتوه. واحد كده عنده كام سنه؟ اقول لك عنده كام سنه؟ عنده 53 سنه. تصدق؟ عنده فالوت ومتجوز ومخلف كمان. طب لو هو عنده فالوت ومتجوز ومخلف يعني يبقى هو مايلد. يبقى هو مايلد ايه؟ يبقى هو مايلد بالمونري سكلوزس. يبقى هو عنده الحته دي فيري مايلد، فتلاقيه مش مانيفستد قوي زي ما انت متخيل. اصل الحالات، اصل العلم الحالات فيه بتبقى فيه درجات كتير يا دكتور. طب تعالى نشوف بقى المشكله الثانيه، نمسك بقى الفي سي دي. الفي سي دي ليه هو مش شغال؟ اول سبب ان هو هيوج، ان هذا الفي سي دي كبير الحجم. فطالما كبير، يعني ايه كبير بقى؟ اصبح الرايت فنتركل والليفت فنتركل بقوا الاثنين سداح مداح على بعض، يعني كانهم بقوا وان تشامبر. مش فاهم يعني، هديك مثال. يعني لو هنا اوضه وهنا اوضه وانا فاتح ما بينهم خرم، يبقى ده اسمه سيبتال ديفكت. لو فاتح ما بينهم فتحه كبيره خلاص، يبقى الموضوع ايه؟ يبقى حته الشانتنج والمرمر مش هيبقى موجود. ده سبب. السبب الثاني ايه بقى؟ انك انت انظر الى البريشر اللي متعرض له الرايت فنتر، هتلاقيه متعرض للبريشر بتاع الاورطه، والبريشر اللي متعرض له ليفت فنتركل برضه البريشر بتاع الاورطه. فاصبح البريشرز عن ناحيتين اولموست ايكوال، يعني انت تشعر ان البوست فنتركلز سبجكتد للاورتك بريشر، وبالتالي ما بقاش في فنتركل في هاي بريشر عن التاني. وفي نفس الوقت الفي اس دي هيوج، يبقى لا داعي ان يحصل اصلا شنطنج. بس انت لو جيت سالت حد كارديولوجي يقول لك لا، اصل الفي اس دي المهم ان هو هيوج قوي، فما فيش حته الشنطنج ده، هتلاقي الدم ميكسد على بعضه كده والدنيا عايمه في بعضها وخلاص. يعني ادي القصه. انما ات ذا سيم تايم البوست فنتريكل سبجكتد للاورتيك بريشر. طيب ايه رايك بقى في الرايت فنتريكل؟ المفروض يكبر شويه. طب ليه بيكبر؟ لان هو اولا تعرض للاورطه، فده بالنسبه له حاجه مش كويسه. زائد ايه بقى؟ ان في بالمونري ستينوزس. بس على فكره البالمونري ستينوزس ده هيخلي الرايت فنتريكولار هايبرتروفي مايل. طب ليه بقى مايل؟ لان الرايت فنتركل بصراحه فيه ميزه، عنده تو اوتلتس. يعني رايت فنتركل مزنوق من البلمونري ستينوزس، بس هو ات كان بامب البلاد ثرو تو باسويز، الى الاورطه والى البلمونري. ممكن يودي شويه للاورطه وشويه للبلمونري، فده بيخفف اللود على الرايت فنتركل. يبقى الكومبوننت واحد اوفر رايدنج، الاوفر رايدنج ده عامل سينوزس. اثنين بالمونري ستينوزس السيفيريتي بتاعته هي التي تحدد كميه الدم اللي هتروح للاورطه وكميه الدم اللي هتروح لللنج. ثلاثه في سي دي لا يعمل لانه هيوج. اربعه رايت فنتريكولار هايبرتروفي. لو جينا بقى شفنا اظن الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان ده، مش كده برضه ولا ايه؟ انا ماشي كده. اه كلينيكال بيكتشر
هتلاقي سيانوزس سينسبيرز، بس هي كلمة سينسبيرز هي كلمة مطاطة، مش يعني بعد ما يتولد على طول، لا ممكن بعد ما يتولد بأيام بساعات بشهور. فهو بص حبيبي، لكن انت بص كده هتلاقي في ميزة هنا عند الواد ده. الواد ده لما اتولد فين الدم اللي هو دي اكسجين رايت فين؟ هيروح فين؟ في الهور. فالدم ده هيروح للواد يعمل له هايبوكسيا، يوم شوية منه يعدوا من الداكتس، دي الداكتس هانتريوزس لسه مفتوحة في الهور. يقوم الدم يجي من الداكتس، من الأورطة للداكتس للبلمونر، يقوم الدم يبقى يحصل له ايه؟ اوكسجينيشن، يبقى في بار من البلاد اللي في الأورطة هيبقى شنطة للداكتس ثم إلى البلمونري ثم إلى اللون، فده بيحد جدا من الهايبوكسيا. يبقى الواد لما بيتولد بيبقى كويس، طب إمتى بقى يتنيل ويبقى سيانوز؟ لما الداكتس دي تتقفل. طب هتتقفل إمتى؟ ما احنا كلنا نسمع كده إن الداكتس إيه اللي بيقفلها فينا؟ مرور اوكسجينيتد بلاد في الداكتس. يعني الولد كده اول ما يتولد وياخد نفس، ما الولد في بطن امه بيبقى عنده شويه هايبوكسيا على فكره، عارفين كده ولا لا؟ يعني الاكسجين قليل شويه. فاول ما الولد بيتولد ويشم نفس كده من الدنيا كده، يقوم الاكسجينيتد بلاد يعدي من هنا يقفل الداكتس. طب هنا الدم ده اكسجينيتد ولا لا؟ مش اكسجينيتد قوي، مش كده ولا لا؟ يعني ميكسد، جاي من ليفت جاي من رايت. فالكلوجر اوف داكتس هنا هيبقى فاريبل، ممكن تقفل كمان ساعات كمان ايام، ممكن تقعد سنه ما تقفلش. عشان كده هتلاقي الاونست اوف سيانوزس في الفالو فاريبل. واحد يقول لك الله، لا ده انا بعد ما ولدته باسبوع ازرق، لا ده الواد نزل ازرق، لا ده الواد ازرق بعدها بفتره. يعني على حسب ايه بقى؟ على حسب الداكتس دي قفلت امتى. خلاص كده يا اولاد؟ طيب العيان بيبقى عنده ايه بقى؟ زي ما قلنا هيستوري، طبعا بيبقى ستانتد جروس، وتلاقي عنده هيستوري واضح اوف سكواتنج وكلابنج والكلام اللي انتم بتشوفوه ده. فهنكتب مع بعض على شمالنا واي سكواتنج، يعني ليه بيقرفص هو؟ ليه هو بيعمل سكواتنج؟ انتوا الاطفال يعني هاروكوا الحته دي؟ هاريكوا اه يا دكتور، ما انت ممكن يجي لك في امراض باطنه حاله فالوت كلينيك في الامتحان الكلينيك ولا ايه؟ عادي جدا يا دكتور. هتقولي اصوات فالوت مش كومن، بس ايه فرضنا قفشوا حاله ولا حالتين فالوت، بعد هما بيعملوا ايه؟ اللي بيحضر الامتحان ده تفتكر بيعمل ايه؟ بيتصل بالعيانين، هات الواد الفالوت اللي في الشرقيه ده، هات الواد اللي امال ايه؟ روح جاي بقى ايه، تبقى انت نازل من بيتكو ورايح له. فلازم برضه الفالوت يعني برضه مهمه دول. طيب نيجي بقى نقول على الفالوت الفاليو اوف سكواتنج. واحد اول حاجه كينكينج، كينكينج يعني انسناءات، كينكينج اوف ايه؟ اوف اليوفيمورال ارتريز. ما انا لما انا اعمل سكواتنج عشان هيحصل لي كينج في الاليوفيمورال ارتريز، ده بيروح رافع الايه؟ البريفرال ريزيستنس، يروح مخلي البريشر في البريفرال ارتريز عالي. يعني بالبلدي كده الاورتك بريشر هيحصل له ايه؟ ها الاورتك بريشر هنا هيزيد، خلاص البريفرال
كينكينج هيرفع البريشر في الاورده. انت بص بقى كده على الدم اللي في الرايت فنتريكل اللي هو دي اوكسجينيتد، لما يلاقي البريشر في الاورده لو، لما يلاقي البريشر في الاورده هاي هيستسهل وما يروحش للاورطه، يروح كله داخل على البلمونري. يبقى الولد لما عمل كينك عمل سكواتنج، عمل كينك في الاليوفيمورال، رفع البريشر في الاورطه، راح الدم ناطط من الرايت فنتريكل وراح متوكل على الله على البلمونري. الحاجه الثانيه ايه كمان يا دكتور؟ السكواتنج بيزود الفينس ريتيرن. ايه رايك بقى لما الفينس ريتيرن يزيد؟ يقوم الرايت فنتريكل يحصل له ايه؟ ها؟ دايلاتيشن. الرايت فنتريكل يحصل له ايه؟ دايلاتيشن. قول لي بقى الدايلاتيشن يعمل ايه؟ بص يا دكتور، هو هيسال سؤال، هو الصمام ضيق ولا مش الصمام اللي ضيق؟ الصمام مش ضيق. ده هو في جزء من الكاردياك ماسل فايبرز بتاعت الرايت فنتريكل هي اللي عامله ايه؟ كلكيعه تحت الصمام، يعني كان الجزء الاحمر ده جزء من الرايت فنتريكل. يبقى لو الرايت فنتريكل كله بقى دايليتد، هيحصل ريليف في هذا الاوبستراكشن. انت امسك بالونه وانفخها نص نصها كده واعمل فيها رينج كده بالفلوماستر، انفخ البالونه، ماذا يحدث في الرينج؟ هتبقى دايليتد. ولا دي عايزه تخيل دي كمان؟ ما بلاش النظرات الحاده دي، النظرات العبقريه دي. اصل في ناس بتقول كده يعني ايه؟ مش وقت الكونتراكشن هتقفل تاني يعني؟ يا عم اسكت بس، ما تقفل يابا يا حبيبي، فهمني دي لحظه. ده واحد عنده ساينوزس دلوقتي. ايوه يا دكتور، انا طالما اصوص السكواتنج ده، سؤال يعني ما اقول لك ايه، قول لي بقى السكواتنج يعمل ايه في المربى بتاعت الهارد كله. يلا بقى اتفضل، انا هقول لكم الحاجات البوزيشنز المختلفه، السكواتنج يعمل ايه والوقوف يعمل ايه يعني ما ده كلام مهم. فانا هنا السكواتنج، انت بس اعرف المعلومه دي النهارده. ايه اللي يزود الفينس ريتيرن؟ السكواتنج. طب لما السكواتنج يزود فينس ريتيرن ماذا يحدث في الرايت سايد اوف ذا هارت؟ دايلاتيشن. يقوم داي ريليف الاوبستراكشن. طب ايه عكس السكواتنج؟ ايه العكس بتاعه؟ لا ايوه الفالزالفا يا الحاس يا والدي، لما انا احزق بس مش بتكلم على الفالون. انت عايز تزود الفينس ريتيرن، ارفص الزبون خلاص، تقوم انت بتدايليت الاستراكشر اوف ذا رايت سايد اوف ذا هارت. عايز انك انت تقلل الفينس ريتيرن، اعمل للمريض فالزالفا يعني احزن. ده الفالزالفا هترفع انت اسراسك بريشر، هتقلل الفينس ريتيرن، يقوم الرايت سايد اوف ذا هارت ينكمش. والكلام ده هتلاقي ليه تاثير على بعض الميرمرز، وانا هكلمكم فيها عند حته معينه هنا، ومنها هفهمك بقى القصه عامله ازاي. عشان ساعات يقول لك الميرمر الفلاني يقل بالسكواتنج ولا يزيد بالفالزالفا، فتلاقي نفسك ايه فالزالفا دي وسكواتنج ايه؟ السكواتنج ده بتاع الفالون، ده بيتكلم في موضوع تاني. لا اصل السكواتنج ده قصه يعني ليها مفهوم برضه تاني. يبقى هنا هي دي القصه بتاعت السكواتنج. طيب تعالى بقى يا سيدي نشوف اون اكزامينيشن. لو جينا فحصنا الواد ده اهو هنلاقي عنده ايه بقى؟ طبعا في عيانين بقى، العيان اللي هيجي لكم الواد الفالوت ده اللي عنده حاجه و50 سنه ده، الواد ده بيشتكي من ايه بقى؟ بص انا كاتب عندك ايه؟ اسيانوتيك فالوت. اسيانوتيك فالوت يعني ايه؟ اسيانوتيك فالوت يعني هو فالوت مش ازرق، يعني عنده مايلد هايبوكسيا. طب سؤال يا دكتور، انا لما يبقى عندي هايبوكسيا شديده، خلي بالك بقى، انا لما يبقى عندي هايبوكسيا شديده اقوم ازرق صح ولا لا؟ طب لو الهايبوكسيا مايلد
بالعكس بقى احمر ويبقى عندي بوليسايزيميا، عشان كده بيسموه بينك فالوت. يبقى ما هو البينك فالوت؟ هو المايلد بالمونري سكينوزيس. ما هو ما انت بص على الرسم، لو انا عندي مايلد بالمونري سكينوزيس يبقى كميه الدم اللي هتعدي من الرايت فنتركل لللنج كويسه كتيره، يبقى الهايبوكسيا عندي بسيطه، يبقى انا مش هبقى ازرق بس هبان عليا احمرار في وشي من البوليسايسيميا. فيقوم العيان يسموه بينك فالوت، هذا المريض لا يشكو من سيانوزيس الا اكزيرشنال. بص بقى يقول لك ايه، انا يا دكتور بيجي لي اكزيرشنال سيانوزيس ومعاها اكزيرشنال ديسنيا كمان. ما هو ليه جاله اكزيرشنال بقى سيانوزيس بقى؟ ما انا عندي البلمونري ستينوزيس ايه؟ مايلد. يبقى انا طول ما انا مرتاح انا حلو. لا، يعمل مجهود بقى، لو عمل مجهود الرينج دي هتقفل، يقوم كميه الدم اللي تروح للمانجا هتقل، يبقى شويه اللي هيروحوا للاورطه هيزيد، ويبقى بالتالي يحدث سيانوزيس. عشان كده الراجل ده بيشتكي من اكزيرشنال سيانوزيس. خلي بالك من هذا التيرم في الام سي كيو، اكزيرشنال سيانوزيس تقول له في حالات البينك فالوت. مين كمان بقى بيجي له اكزيرشنال سيانوزيس؟ اكتب هذا اللفظ، الانترستيشيال بالمونري فايبروزيس. وده موضوع في الجسد، في ناس كده لما يجري يجي له اكزيرشنال سيانوزيس. مين التالت؟ ها مين يقول لي واحد تالت كده لما يجري ازرق؟ لما يجري ازرق اللي هو مين بقى؟ انتوا عارفين ايه الشانس؟ عارفين الشانس كلها، بس ان ذا بري ايزنمنجر ستيج. انتوا فاكرين الايزنمنجر سندروم؟ نسيتوه ولا يهمك. اكتب يا عم الشانط واكتب سي ليتر، سهله جدا. ما جاي يا بابا، كله جاي. بس انتوا عندكم اشاعات ان الكونجينيتال هارت مش مهم، مش كده؟ اشاعات مغرضه. لا لانه مش مكتوب في كتاب والله يعني الكونجينيتال هارت. طب ما انت كده بتسهل عليا المهم، بلاش الكونجينيتال هارت. حلو دي والله. انت انت بتهرج يا ابني. لا انا قصدي ما كان انت اتقال لي السنه اللي فاتت في حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها كونجينيتال هارت، بس احنا خدناه في الاطفال. احيه ايه رايك بقى على الصبح؟ حلو دي جديده دي والله، دي تبقى سهله بقى. ماليش دعوه انا يابا. حلو دي والله. وانت مش ممكن يجي لك سؤال اسمه فيتامين سي ديفيشنسي؟ يجي ماشي عادي بقى، ايه المشكله؟ بقى بالعكس، دي حاجات انت عشان خدتها هتبقى عارفها، وكلام تافه، فخساره ان انا ما اعرفوش. ازاي ده؟ ان شاء الله تجي لكم بروبلم، ان شاء الله كونجنيتال، عشان تتبطوا وتتجنوا جسمكم، عشان تبطلوا الجسم. On examination بقى، قولوا لي الانسبكشن والبلبيشن في الهارت الغرض منهم to detect chamber enlargement. ايه الشامبر الكبيره هنا؟ رايت فنتريك. والرايت فنتريك الكبير حاجه بسيطه، عشان كده يقول لك ايه انسبكشن بلبيشن. طبعا بركشن دي خلاص ما بقتش مهمه، almost normal مفيش حاجه، يعني كل الهيصه دي كده ما عندوش حاجه الا بالاوسكالتيشن. هتسمع ايه بالاوسكالتيشن؟ هسمع بالمونري ستينوزيس بس، مش هسمع في سي دي. اوعى بقى تقول هسمع في سي دي بقى، يبقى هسمع بالمونري ستينوزيس بس. على فكره بقى البالمونري ستينوز ده فظيع. بص بقى عامل ازاي، هو انفانتيبولا. انتوا سمعتوا بالمونري ستينوزيس؟ سمعتوه؟ مش في واد فالوت جالكم؟ حلو، سمعت الواد كويس؟ سمعته ازاي؟ يعني بص يا دكتور،
حطيت السماعه فين على البلمونري ايه صح سمعت طب وبعدين بس كده ده بعد كده مشيت بالسماعه عشان اتاكد يعني هل جربت ان انت تنزل كده ليفت باراسترنا سامعه بقى عادي ايه ده بي اس ولا بي سي دي خباك ان هذا المرمر بيسمع الونج الاسترنال بوردر كلها على الشمال يعني لولا الواد ده صغير وستانتد وسيانوز وكلابنج وامه قاعده معاه وبتقول لك سكواتنج كنت قلت عليه في سي دي يبقى ايه رايك بقى لو انا جبت لك عيان فالوت بس ايه سيانوتك ومش هيقول لك ان انا عندي سكواتنج ولا كلام من ده خالص هتشخصوه ايه؟ بي سي دي على طول عشان تبقى انت فاهم ان في اصل بي اس يا دكتور الماكسيمم انتنسيتي ماكسيمم مين يا انت بيتهيألك مش هتحس بالحكايه دي ده هقول لك الحاجه كمان ازاي بس بيجي واد كده فالو كده طب حط سماعه الايبكس كده مسموع على اورتك اريا مسموع مش انا قلت لك انه خلي بالك السيستوليك ميرمر بروباجيتنج ميرمرز بتسمع في كذا مكان مفيش ميرمر بيبقى ريجونال في حته معينه انا بمسك المريض على بعض مين العيان؟ ده ولد صغير وكونجينيتال وستاندر وعنده سكوات وعنده سيرودي انا اتوقع ان انا اسمع البي اس البي اس هو طبيعته كده بس عشان هو كمان اكمنه هو اتصاب فالمولار يقول لك بيسمع على شمال الاسترنم وهتفاجئ بقى بس مش في الفالوت طبعا اقول لك على معلومه عشان بس تضحك يعني عارفين الواد اللي هو عنده هو مش واد ده راجل يعني عنده حاجه و50 سنه ده عنده فالوت فكمنه مش باين عليه هو الواد مش باين عليه حاجه بس انت لو دققت في صوابعه هتلاقي عنده كلابنج بسيطه كده حلو كده عنده كلابنج ده بينزلوه في المستشفيات فازاي مره ينزل فالوت ومره ينزل في سي دي في الامتحان انزل هذا النهارده في سي دي ما تجيبش سيره السكواتنج والسايكوس روح نزله في سي دي على اساس ايه؟ هو مين اللي بيمتحن؟ طالب هو الطالب يعرف حاجه في سي دي يبقى في سي دي هي شغلانه بصراحه يعني هي كده ما بقول لك يعني الميرمر قد ايه ولذلك لما اجي انا همارس لك بعد شويه البي اس لوحده هروح زنقك في سؤال يبقى انا اي توقع هذا السؤال بقى من اي شخص بس مش في الفالو في عيان بيبقى عنده بي اس بس هو ده اللي يبرجلك بقى ده بي اس ولا بي سي دي قول لي بقى انت قلت بي اس ليه هو مش بي سي عشان كده اي حاله بي سي دي بقى اللي احنا بنشوفه كومن ايه؟ البي سي دي فانا همتحنك على البي سي دي سهل وجميل قوي هاجي اقول لك طب ليه ما يكونش بي اس؟ يلا بقى جاوب هنبتدي نحط بينهم على ما يبدو مقارنه خلي بالك هنقول بعد شويه تعالى بقى نشوف الميرمر وضعه ايه؟ ايجكشن سيستوليك ميرمر ماكسيموم فين؟ على الفيرس على البلمونري اريا واكتب عليه ان هو بيبقى هارش ولود هارش ولود ده اللي هو البي اس على فكره واقول لكم على سر كده على البلمونري ستينوزز فيما في خن يسمع فيه ما يسمعش فيه الفي سي دي ابدا. انتوا بقى فكروا وهيجي بعد شويه. هقول لك من ضمن الحاجات بقى اللي تخليك تعرف ده بي اس بقى ان هو مش في اس دي عارف تحط السماعه فين؟ فين؟ لا بس بقى جاي في البي اس بص هو البي اس هنا وبعدين بيسمع كده والفي سي دي زيه فين؟ انت روح ناحيه الليفت شولدر كده هنا كده هتلاقي البي اس مسموع لحد هنا بي سي دي ما يجيش هنا انا بس بفهمك يعني دي نقطه اوعى تفتكر ان انا اللي بالف ده ها ولا تكون امي اللي قالتها لي كنا بروح عند ام النبي يما قولي لي ايه الاب تو ديت دلوقتي فماما قالتها لي كده في قاعده تكمل الايه الباميه ما تكتبش بقى انا جاي في البي اس لوحدها ما تقلقش
تعالى بقى نشوف، تعالى نشوف السكند ساوند. ماذا دكتور قول لي، قول لي البريشر في البلمونري اخباره ايه؟ ها البلمونري ارتري البريشر اخباره ايه هنا؟ ها واضح. طب والبريشر هنا شويه عالي. ليه البريشر في الاورطة عالي؟ ليه؟ لانه الاورطة جاي له دم من البوست فنتريكل، ففي اوفر فلو في الاورطة. والبريشر في البلمونري واطي ليه؟ عشان في بلمونري سكيلوزس. يبقى الكلوجر اوف بلمونري فالف ضعيف. يبقى سكند ساوند بلمونري كومبوننت مافلد. سكند ساوند بلمونري كومبوننت مافلد عشان البلمونري سكيلوزس. البلاد فلو للبلمونري قليل، خلاص يبقى مفيش مشكلة. طب الاورتي كومبوننت هيبقى ايه؟ عالي. عشان في اكسسيف بلاد فلو في الاورطه. والاورتك بريشر مرتفع شويه فيقفل الاورتك فالف اقوى شويه. طب سؤال بقى، في سبب تاني يخلي الاورتك كومبوننت هنا لود قوي؟ هو ايه اللي يعني، بصوا ايه اللي بيخليني انا بسمع البلمونري هايبرتنشن احسن من السيستيميك هايبرتنشن؟ يعني دايما نقول لك ايه؟ لما بيحصل بلمونري هايبرتنشن تلاقي السكند ساوند بلمونري كومبوننت بيبقى عالي قوي. السيستيميك هايبرتنشن سكند ساوند اورتك كومبوننت بيبقى عالي، بس مش حاجه كومن قوي ان انا اسمعه. ليه؟ لان البلمونري ارتري انتيريور، وبالتالي مش رايت فنتركل هو الموست انتيريور تشامبر. يبقى البلمونري ارتري انتيريور، يبقى البلمونري فالف انتيريور. ليفت فنتركل بوستيريور، يبقى الاورطة بوستيريور، يبقى الاورطك فالف بوستيريور. هنا الاورطة جاي فاتح جزء منه في الاورطة، جزء منه في الليفت فنتركل وجزء فتح في الرايت فنتركل. ات مينز ايه؟ ان الاورطة بقى مور انتيريور. خلي بالك، ما هو هنا الاورطة جاي ورا، الاورطة بيجي من ورا كده. كون ان الاورطة بقى يبقى فاتح في البوس فنتركل يبقى الاورطة جاي قدام شوية، بقى انتيريور شوية، فأصبح الأورتي كومبوننت بروميننت عن البلمونري كومبوننت. ولذلك يبقى البلمونري كومبوننت مافل عشان البريشر في البلمونري أرتري واطي. أورتي كومبوننت لاود عشان أوفر فلو في الأورطة، وعشان الأورطة بقى انتيريور شوية يبقى السكند ساوند سنجل. سكند ساوند يعني ايه سنجل؟ يعني اورتك كومبوننت بس وليس بلمونري كومبوننت ولاود. سنجل اند لاود. طبعا انت تقول اعرف ازاي ان هو سنجل؟ انت مش هتعرف، ده كلام ثيوريتيكال. عشان كده انت هتلاحظ المرمر، هتلاقي المرمر سيستوليك. الهارت ساوند اللي بيجي بعد السيستوليك مرمر دايما السكند ساوند، فتلاقي ايه؟ تلاقي حاجه عماله ترقع وراه كده، تركز تلاقي صوت بيضرب. ايه الصوت ده؟ ما هو ده السكند ساوند لاود وسنجل. بس كلمه سنجل يعني معناه ان هو اورت الكومبوننت بس العالي وليس البلمونري كومبوننت. يبقى ده الاوسكالتيشن بتاع الفالوت. اهم حاجه اوعى تنسى مفيش في اس دي. طب تعالوا نشوف بقى ايه الانفستيجيشن. الاكس راي طبعا انتوا هتاخدوا في الراديو حاجه اسمها الكورينسا بوهر اللي هو الرايت فنتريكل، بتعمله في الاطفال مش كده؟ بيبقى الهارت ليه شكل كده مميز. الايكو الاي سي جي هيوريني رايت فنتريكلر انلارجمنت. القسطره، القسطره طبعا دي خلاص كانت زمان يعني، خلي بالك مع القسطره دي هي اللي سبقت الايكو. كانت القسطره دي يعني ممكن من 50 سنه لو عايز كمان يعني. بس انت برضه بص كده، بص على الرسمه، بص على الرسمه على السبوره برضه. هما ملتزمين يعني ايه؟ اصل انا شفت القسطره دي يعني واحنا امتياز. كان العيال بقى طبعا ايه؟ النهارده وانت في امتياز هتعمل ايه؟ هتلاقي نفسك انت مش عارف اتخصص في ايه؟ خلي بالك دي مشكله. عارفين كده ولا لا؟ هتبقى مصيبتك سوداء، اعمل ايه يا ربي؟ فانا هقول لك على حاجه تبقى عارفينها. احنا عاملين ندوه كده عملناها من فتره،
انا دايما اقعد في كل حته كده، وكنا بنسافر بلاد عشان نقعد نشرح ده. نفس السؤال، التخصص يا دكتور. طب يا جماعه ما تسجلوا البتاع دي وارفعوها للناس كلها. فانت بقى دي هتبقى تسمعها بعدين، فانت هتقعد تسمع التخصصات اللي احنا بنقولها للشباب دايما من زمان. لا ما ينفعش الكلام ده، كلام ده كلام. انت بقى وانت في امتياز هتقعد بقى تعيش بقى في كل اسم. انا والله يا اخي مش عارف الكارديولوجي شكله بحبه. هو الكارديولوجي جميل، عصبوره حلو حلو كبرانش. طب لما اشوفه بقى في الشغل ايه؟ بتلاقي الوضع بقى بيختلف. انت مثلا الرمد، مثلا الرمد، ايه الرمد ده؟ انا عمري ما فكرت في الرمد ده. ايه الرمد ده يا اخوي؟ لا لا طبعا، فاهم ازاي؟ تيجي تروح وانت امتياز، تخش في الرمد، تقعد في العياده وتشوف الشغل. بتاع ده حلو قوي، انا حاسس ان انا لقيت نفسي في المكان ده، عايز الجواز بالظبط. يعني مش عارف هو نصيبك. فانت تعمل ايه؟ لف بقى عشان تختار. في الوقت ايه تروح انت جاي داخل اي اوضه في المستشفى، اي اوضه مقفوله اهو في الخبره، تروح داخل. محدش يقول لك انت بتعمل ايه؟ مش انت لابس بالطو؟ ساعات بقول ايوه حبيبي ده امتيازي دي، بس جاي اتفرج. اتفضل. حتى هم يحبوا العيال دي، يقول لك بس الواد جاي يتعلم. اقعد يا ابني. هتلاقي ايه؟ فانا فاكر بقى اليوم ده كان قسطره. بص بقى الراجل كان استاذ كبير عندنا، قاعد بقى ولامم العيال. العيال قاعدين على الارض، هو قاعد على الكرسي وعمال يعمل القسطره وشغال بالسكرين. ما كانش فيه بقى الايكو والسونار والحاجات دي. دي اصل ظهرت امتى؟ اوائل الثمانينات. عارفين كده ولا لا؟ السونار مش الايكو، السونار سنه 81 80 81. يعني انا فاكر القصه دي، ده اول ما ظهر. عقبال بقى ما راح المستشفيات السيت سكان كان 84. الكلام ده قريب، يعني مش هتقول ده 30 سنه، لا ما 30 سنه في الطب ده ولا حاجه. المهم ببص الراجل كان بيعمل ايه؟ همثل لك اللي بيعمله. هو بيخش بقسطره كده من الفيمورال فين، يقوم يخش تلاقي القسطره ماشيه كده، عارف سكته. فهو لما دخل في الفيمورال فين، هيوصل فين؟ هيوصل الرايت اتريوم. هينزل فين؟ رايت فينتريكل. في بقى قدامه سكرين، السكرين دي بقى بتبقى معرفاك انت فين بالظبط. يروح داخل القسطره فين؟ في الرايت فينتريكل. فهو قاعد جوه الرايت فينتريكل يقعد يدعبس كده بالقسطره، يقول لك الله الله ده القسطره يا ولا دخلت في الاورطه. ايه ده؟ ده انا في رايت فينتريكل. ايه اللي ودى القسطره الاورطه؟ يبقى فيه اوفر رايدنج. اكتب يا ابني اوفر رايدنج. روح مراجع القسطره تاني ويقعد يدعبس كده اهو. الله ده انا دخلت في الليفت فينتريكل، في خرم يا ابني. بيس. طيب خش يا ابني انا في الرايت فينتريكل. البريشر اخباره ايه؟ ها بتقول عالي. هخش جوه البلمونري، البريشر اخباره ايه؟ واط. يبقى في بريشر جريجيان، يبقى الصمام ده ضيق. بص كانوا بيعرفوا ازاي على طول، يقول لك بريشر هنا كذا وهنا كذا، يبقى في هنا سيفير بي اس او مايلد حاجه بنت لذيذ. ويروح داخلك في الاورطه كمان يقول لك هات منه عينه اوكسجين. الى الاكسجين ايه في الاورطه؟ ده ميكسد لو اكسجين. شخص الفالو في 10 دقايق. شوف بقى دي كانت القسطره دي، بس هي برضه انفيزيب. عمال انا اخربق في الراجل بصراحه، يعني ممكن تلاقي القسطره يا نهار ابيض خرجت من مناخيره. يبقى احنا خرمنا الميدياسباينال، مفيش مشكله. طبعا القسطره دي انتوا لو شفتوها تلاقي حاجه ايه يعني لو دبتها في عينك كده اهوت الدنيا، يعني ما تعملكش حاجه خالص يعني، خافش. طب تعالى بقى نشوف. طبعا الايكو بقى هو اللي بيشخص. الايكو بيعرف على طول. الايكو ممتاز جدا في الحكايه. تعالى بقى نشوف هنعالج الواد ده ازاي. العلاج ازاي؟ العلاج ببساطه. في امتحان النهارده والله، بس انا مع الامتحان، انا احب الامتحانات دي. انا مش عارف بيمتحنوا الطلبه ليه اصلا. هو الطلبه يعني حد درس لها حاجه؟ مش كده برضه ولا ايه؟
عمالين العيال مقضينا امتحانات يعني. فعندنا ال بصوا هو الواد كان كويس امتى؟ الواد كان كويس امتى؟ لما اتولد. الواد كان حلو لما اتولد. ليه؟ عشان كان عنده الطاقة التصديق. فجي قال لك ايه؟ طب ما تيجي نفتح الطاقة التصديق دي. فروح عاملين له artificial PDA. عملوا هير بس الداكتس الأصلية ما بين مين ومين؟ ما بين الأورطة والبولري. دي اسمها هاي فلو شنط، مصيبة سودة يعني. فقال لك ايه؟ طب ما تيجي بقى بلاش نوصل شارع صلاح سالم بشارع الخليفة المأمون. دول شارعين كبار قوي، لو فتحت بينهم شارع هيبقى الشارع فيه هاي فلو. ما تاخد فرع من صلاح سالم وفرع من الخليفة ونعمل بينهم شارع، يقوم العملية تبقى بسيطة. ايه البرانش اللي خده من الأورطة؟ هياخد الليفت سب كليفيا ويوصله بالبرانش من البلمونري، ليفت بلمونري. فتلاقي عندك كده في الرسم يعني بيقول لك ايه، بدل ما وصل الأورطة بالبلمونري خد برانش من الأورطة ليفت سب كليفيا وبرانش من البلمونري ليفت بلمونري وصلهم ببعض. دي كانت اسمها بلالوك اوبريشن. دلوقتي هما يقول لك احنا مش عايزين نعمل كده. هو ايه افضل حاجه عشان تخلص؟ هتلاقي مكتوب عندك تحت توتال كوركشن. وامتى؟ هو انفنت. يعني بص خلص الموضوع. كان زمان ياخروا الواد ولا تسيبه شويه لما يكبر عشان نعرف نعمل له العمليه لا لا يا راجل، الواد يبقى عنده كده 4-5 سنين برضه حتى بيبقى الاب والام ايه ارتبطوا بيه. لا انا عايز الواد اخلص عليه على طول. يعني الواد دلوقتي اتولد، جم قالوا لي ايه ابنك طلع فالو. طب وبعدين؟ طب لا دي ابني انا معرفوش لسه. صح انا معرفوش؟ لا ده انا اعرفه وانا حتى سميته اصلا. معلش انا اسف. يعني لسه مفيش يا جماعه عاطفه مهما كان. ما تقعدش بقى تقول يعني ابني اللي هو عنده اسبوع ولا ابني اللي عنده 5 سنين. فين العاطفه؟ هو ما فيش عاطفه خلاص. فالمهم ايه؟ طب هتعملوا ايه؟ هنعمل عمليه. اعمل عمليه نكحب خير مات خلصنا بس خلاص. ولا يا دكتور بس هو ده الصح. معايا دلوقتي بقى هم عندهم الميكروسكوبك سيرش، تلاقي الواد الهارت بتاعه ده قد كده السن ده اهو، بيخشوا دلوقتي مايكروسكوبك بيعمل لك كل توتال كوركشن. بيني وبينك الواد اللي عنده فالو ده اهو يموت ونخلص من المحصل بصراحه. يعني بص انا عايزك تقل عليه بينك وخلصت منه عشان انا ما انا تعبان ومش فاضي. هنقلب بعض بقى طول عمرنا ليه؟ هو يخش الجنه هو ده التريك. طبعا كانوا هسألك سؤال دلوقتي، اللي عنده فالوت ده، بص اللي عنده فالوت ده اهو البلمونري ارتريولز بتاعته اخبارها ايه لما يتولد؟ ها البلمونري ارتريولز اللي في اللان بقت هايبوبلاستيك، لان الواد بقى ايه كمان ده انا اتولدت وهيسيبوني كذا سنه. كان زمان بيتساب، فتلاقي البلمونري ارتريولز ما بيروحلهاش دم، دي بيسموها بلمونري اولوجينيا، فيحصل لها اتينيويشن وتبقى هايبوبلاستيك خالص في الاخر. عشان كده كانوا زمان يعملوا العمليه على خطوتين، يقول لك اعمل له الاول الداكتس دي الشنط، اعمل له الشنط دي الاول. الشنط هتعمل ايه؟ هتزود البلاد فلو من الليفت سبكليفيان للبلمونري، يقوم البلمونري ارتريولز دي ما يحصل لهاش اتينيويشن وتفضل الدنيا متظبطه، ويقوم الواد الهايبوكسيا اللي عنده تروح والولد ينمو ويكبر، ولما يبقى عنده 5-6 سنين يعملوا له توتال كوركشن. ما كانش فيه امكانيات للعمليه وهو انفنت. يبقى كانوا زمان يقول لك ستيب 1
هنعمل بلالوج، هنعمل شنط نيمبروف البلمونري فاسكوليتشر. الولد يكبر الهايبوكسيا تبقى حلوه خلاص على كده، وبعد كده توتال كوركشن. لا دلوقتي توتال كوركشن على طول وخلص واذبح. الولد مات بقى زي ما قلت لك خلاص. في بقى مقارنه ما بين فالوتيترولوجي وفالوترايولوجي. الفالوترايولوجي تحس ان هو عباره عن ايه؟ عشان بس نيجي يقول لك طب ايه هو الفالوترايولوجي؟ قول له ابدا ده سهل خالص اهو. بص يا سيدي، اهو الفالوترايولوجي ايه اس دي ومعاه ايه؟ بي اس. ودي ايه اس دي اهو. ايه اس دي ومعاه بي اس. اهو يا دكتور. فايه رايك في الشكل ده؟ الفالو تيترولوجي كان عنده ايه؟ عنده بي اس بس. هنا بقى ايه اس دي رامي دم الى الرايت فنتركل، في نفس الوقت الرايت فنتركل في بالمونري اسكينوسس. يبقى الضغط هنا اكبره ايه هنا؟ فتلاقي هنا في ايه؟ الرايت فنتركل هنا هيكبر اكتر. خلاص كده؟ الرايت فنتركل هنا هيكبر اكتر والبريشر هنا هيبقى عالي، وبالتالي البريشر هنا هيبقى عالي. مش كده اللي هو ليه؟ بعد شويه الشنط هيحصل لها ايه؟ الشنط دي بعد كده هيحصل لها ايه؟ ها؟ تبقى ريفرسد. لو بقت ريفرسد هيحصل ايه؟ سايروسس. دي اسمها ايه؟ ما تقولش على دي بقى ويز فينجر. هنا الشنط اتعكست ليتر اون، هتلاقي عندك في الرسمه. يبقى انا عندي هنا اي اس دي بيرمي الدم من الليفت ايتريال للرايت ايتريال، الدم نزل في الرايت فنتركل في بالمونري ستينوزس، يبقى البريشر عالي في الرايت فنتركل، الرايت فنتركل كبير، الرايت ايتريال بريشر عالي، باي تايم الشنط بتتعكس سيانوزس. بس الواد ده هيتولد سيانوز ولا لا؟ قول له كده؟ ها مش هيتولد سيانوز؟ ده هو هيتولد طبيعي. وبعد فتره سنه اتنين تلاته لما البريشر في الرايت ايتريم يعلى ويكسيد الليفت الشنطه تتعكس. عشان كده نسال بقى سؤال مهم جدا دلوقتي، لما الواد ده الشنطه تتعكس وهو عنده 3 سنين والواد ده فالوترايولوجي، طب ايه الفرق بينه وبين التترالوجي دلوقتي؟ يعني انا دلوقتي قدامي فالوتترالوجي وفالوترايولوجي، والفالوترايولوجي ازرق خلاص. تعرف تطلع الاثنين من بعض؟ هو ده السؤال. يعني انا دلوقتي ايه؟ انا بقى هعكسك، هاجي اقول لك ايه؟ انت قلت فالوتترالوجي، طب ليه مش ترايولوجي؟ فانت هتقعد تقول لي سالوس سبيس، هقول لك لا، بص انا قدامي العيان اهو، انا ما خدتش اسم ما اعرفش عنه حاجه، وبقول لك ده فالو تترولوجي ولا ترايولوجي بالاكزامينيشن. خلي بالك خلي بالك، الاثنين نفس المرمر والاثنين سيانوزد بالظبط. الرايت فنتركل هنا هيبقى كبير، الرايت فنتركل هناك في التترولوجي مايلد انلارجمنت. حاجه ثانيه بقى، مين اللي البريشر فيه اعلى في الرايت سايد؟ ترايولوجي ده اعلى، ما هو الاي اس دي بيرمي دم كتير على الرايت سايد والبلمونري فان قافل، فتلاقي البريشر في الرايت سايد هنا عالي. يبقى مين النيك فينز فيه هتبقى كونجستد؟ اللي هو مين؟ اللي هو الترايولوجي، لانه البريشر في الرايت اتريوم عالي وبالتالي النيك فينز هتبقى كونجستد. يعني هي حته كده على الماشي. طب ايه الفالوت بنتالوجي؟ بنتالوجي اللي هو التترالوجي بس معاه اي اس دي بقى كمان، يعني فاهم ازاي؟ وده بيتعرف يعني ساعات ايفن انترا اوبراتيف، يعني ساعات هم بيعملوا العمليه يلاقوا في اي اس دي في الفالوت تترالوجي، يبقى بنتالوجي. يبقى انا عرفت التترالوجي والترايولوجي والبنتالوجي. اخر حاجه والتوكل على الله،
اللي هو مين؟ حد ليه سؤال؟ والله هنكتب في الأورتك ريجيرج جدول عشان احنا سيبناه بعد نرجع ناخد البي اس في ربع ساعة. عايزكم بقى تعودوا تجيبوا الجنرال الدود برضو بيبقى حلو كده. الدودة دي بتبقى حلو. الامتحان هيبقى ريتن وانا هجيب لكم الامتحان هياخد بالظبط 40 دقيقة. احتمال يبقى اول الحصة او وسط الحصة او اخر الحصة. فانت يعني ما تعملش نفسك بورا. والموضوع بسيط يعني. هو زي ما انا قلت الاكزامبلز يعني مثلا هاجي اقول لك ايه كلينيكال بيكتشر اوف بوشي مثلا انفستيجيشن مثلا اوف ا كيس اوف مثلا سيستميك هايبرتنشن مثلا ما انت الاسئله هي دي الشورت ايز كوزز اوف سكندري هايبرتنشن. انت بص ايه بص اصل انا عايزك توصل لمرحله بص انت دايما يتهيأ لك انك انت مش عارف وانك انت مش مذاكر وان انا مش عارف حاجه. لا لما السؤال بيتقال بتلاقي نفسك بتكتب. ده اللي انا عايز اوصله يعني مش عايز ان انا دايما انا عايز استرجع الكلام اللي مكتوب بالظبط. يعني اقول لك مثلا انفستيجيشن اوف هايبرتنشن ما تقول يا اخي اي حاجه من مخك يا اخي. لما اجي اقول لك ايه السكندري كوزز اوف هايبرتنشن ما تعرفش تقول حاجه من دماغك ولا لازم ترجع للكتاب. ما انا عايزك تتعود على دي يعني اقرا وكل حاجه اذاكر واعمل بس برضو لازم يبقى فيه الحته دي مش كده ولا ايه؟ ولا يا دكتور؟ لما اجي اقول لك مثلا ازاي بنعالج مثلا الهيباتيك انكفالوباسي انيومريت اللاينز اوف تريتمنت ممكن اقول يعني ممكن اقول حاجه يعني مش معقول مفيش خالص يعني هتقدر. فانت دايما ايه وده اللي بيحصل دايما بتلاقي انت نزل عليك كده وحي ساعة الامتحانات. يعني انت بتبقى قبل الامتحان بيومين بتبقى مش فاكر حاجة خالص اخر السنة انا مش مذاكر انا مش فاكر حاجة والانهيارات بقى اللي تضحك دي حاجة اسمها حاجة تضحك وانا اعلمك ان الكلام ده غلط. انت تخش كده تنام تستهدى بالله وتقوم الصبح يا باشا تاخد شاور محترم الصبح تحط برفان وتشرب شاي بحليب معلقتين عسل ابيض وتظبط الدنيا وتخش على الامتحان هتحل اللي خلفه امك. الناس كده صار حل بقى صار ايه عندي بتاع. طب ما انت بتكتب في الامتحان اهو ما شاء الله بتكتب يعني يعني الموضوع مش محتاج يعني يعني ما تقلقش الموضوع بسيط وحل مش انا بتكلم على اخر السنه يعني بسيط ان شاء الله. تبقى اسئله تافهه كده اسئله تافهه. مثلا ممكن اجي اقول لك ايه كلمني عن البيتا بلوكر يوز في الهارت فيلير. ايه اهميتها؟ ليه بنكتبها؟ يلا يا شباب ادي يا عم غششتك اهو ماشي يلا. في عندنا كان رئيس اسم لذيذ قوي كان دماغه مش مظبوطه يقعد يملل العيال المواضيع اللي هامه في كل برانش ما تجيبش منها حاجه دي اهم حاجه تعمل عليها فوكس. بعد كده روح ايه انا قلت كده انا قلتش كده خرب بيت انت مجنون ولا ايه؟ طيب يلا سيدي اكتب بقى سيدي جدول في الأورد كريجيرش روماتيك. طبعا كل واحد يجيب معاه صورة البطاقة رقم مليئة رمض فيها العنوان بالتفصيل والموبايل بتاع الوالد أو الوالدة عشان هكلم أبوك ودرجة النجاح 30% اللي هيجيب اقل من 30% هيعدم رميا بالدفافه. هنفضل نطف عليه لحد ما يموت.
هي بتبقى فيه عربيه، بنجيب عربيه كده مليانه صعيده من بني مزار، العربيه كلها 300 400 جنيه على بعضها، الصعيده قعدوا يتفوا عليه لحد ما تغرق وتموت. بس ده العقاب. Award King Contents، حط جدول روماتيك Award King Contents وسيفيليتيك Award King Contents، واكتب ان ده سؤال عتيق، يعني سؤال قديم من قديم الازل يعني. ايام ما كان السيفلس بقى موجود يعني. فيجي يقول لك ايه؟ الايدج في الايدج بالنسبة للروماتيك هنقول ايه؟ يونج ايدج. ليه؟ لان ده روماتيك، ولا ايه رأيك؟ طيب السيفيليتيك هتكتب اولدر، اولدر ايدج. اولدر يعني 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 سن اكبر من التاني. ليه؟ ليه بين قوسين؟ عشان ده التيرشري سيفلس. عقبال ما يجيلي سيفلس بقى وابقى تيرشري هبقى عندي كام سنة؟ هبقى كبير طبعا. طيب الروماتيك عادة مع ايه؟ usually associated other valve lesion، مش كده ولا ايه؟ يعني دايما اقول لك ايه؟ ما انا ما يجي لي روماتيك اورتيك ممكن يبقى معايا حاجه مايترال برضه يعني، مش كده؟ انما الثاني هيبقى ايه؟ isolated. الثاني هيبقى ايه؟ isolated. الاورتيك الروماتيك بيبقى الماكسيمم انتنسيتي بتاعه المرمر على السكند اورتيك اريا، اما السيفيليتيك بيقولوا ايه؟ بيبقى ماكسيمم على الفيرست اورتيك اريا. الحقيقه مش مهمه قوي انما اعرفها كده. طب قولوا لي السكند ساوند عامل ايه؟ الاول بس هو السيفيليتيك اورتيك ريجيرش حصل ليه؟ عشان السيفلس بيعمل ايه يا اولاد؟ السيفلس ايوه بيعمل اورتيك انيوريزم، بيفتح الايه؟ الاورتيك فالف رينج. فهنكتب بقى جميل السكند ساوند في الروماتيك هيبقى مافل، ما هو السكند ساوند اللي هو الاورتيك كومبوننت، الاورتيك فالف ماله يا اولاد؟ كونتنت ما بيقفلش، يبقى السكند ساوند ايه؟ مافل. هناك السكند ساوند هناك في السيفليتيك هيبقى اكتب عليه كده رينجينج، بيرن رينجينج اهو رينجينج سكند ساوند. ليه؟ اكتب بيبقى ماجنيفيكيشن بالانيوريزم، الانيوريزم نفسه اللي هو دايليت الاورطه بيعمل ماجنيفيكيشن الصوت، يعني صوت قفل الاورتيك فالف بترن. واكتب زي اله العود، هو العود ليه بيعمل رنين كده بالصوت؟ العود عباره عن انيوريزم كده، مش كده صندوق كده غريب كده فبيقول لك الانيوريزم ده بيخلي الصوت بتاع الكلوجر ساعات يقول لك لاود، هو مش لاود هو رينجينج، يعني زي ما واحد ينده عليك اوضه النوم، واحد ينده عليك وهو في الحمام، انت تقدر تميز الصوت الواد انت في الحمام يا لا ايه الصوت بيرن. بس هي دي الحته اللي عايزك تعرف. ارجع بقى للبي اس يا عم. البلمونري ستينوزس كلمة وراثة الأطفال، هو almost always congenital. يبقى بص يا دكتور ما تحاولش، البلمونري ستينوزس almost always congenital صراحة، يعني مش هيجي لك يعني حاجة غير كده، وهيبقى congenital حاجة من اتنين، يعني يا ريت حتى تقول كده، يا إما isolated أو part from
حتى في الحتة الفراغ دي كده ممكن يبقى isolated أو part of Rome تلت أو syndrome زي تيرنر زي نولان. يعني هو عايز يقول ايه؟ ان في ناس هيجيلهم congenital BS لوحده isolated BS، وفي واحد تلاقيه لا ده part من الفالوت part من السندروم الفلاني فوق congenital. في روماتيك رير قوي، وفي كارسينويد سندروم اللي احنا قلنا عليه. طب البي اس يا جميل مش ده ستينوزيز؟ طيب مش ستينوزيز يعمل لي لو كارديك اوتبوت؟ يعمل لي لو كارديك اوتبوت بس ادي اللي هشتكي منه، شويه لو كارديك اوتبوت شويه فاتيك، لكن معظم الحالات اسيمتوماتيك لعلمك. البي اس لو جيت فحصت المريض انهي تشيمبر كبيره؟ رايت فينتر رايت فينتريكولار هايبرتروفي. هحس بايه لو حطيت ايدي كده ليفت باراسترنال؟ هحس بفورسفول ليفت باراسترنال بالسيشن اللي هي بيسموها ايه يا اولاد؟ ليفت باراسترنال هيف، او اللي بيسموها ابليفت ليفت باراسترنال هيف. وممكن احس سيريل، السيريل اللي هحسه كده بص انا بحط ايدي كده حسيت سيريل على البيز، غالبا ده سيستوليك. اميل سنه يمين وسنه شمال الاقيه اكتر تو ذا ليفت، هنا ده الميرمر معروف ان هو ايجكشن سيستوليك ميرمر. بس الميرمر بقى يا دكتور هو ايجكشن سيستوليك وكلام جميل وكل حاجه، بس بيسمع فين بقى؟ على البلمونري اريا اند لوور داون، فبيخليني احسه كانه في سي دي بس ممكن يراديت توارد ليفت شولدر. تمام كده يا سيدي. الانفستيجيشن ببساطه كده على طول، ايه بقى الانفستيجيشن؟ هعمل اكس راي بي سي جي وبتاع ورايت فنتريك كبير وكلام حلو، انما ايه انا عايز افكركم بحاجه، ايه الحاجه اللي قلنا عليها مهمه في الاورتيك ستينوزيس؟ لما جيت قلت لك لما تلاقي واحد عنده اورتيك ستينوزيس عايز تطمن عليه تسال على ايه؟ بريشر جريدينت. وقلنا بريشر جريدينت فوق ال 50 مش كويس، نفس الكلام هو البريشر جريدينت اللي انا قلت عليه ده اهو، ان الراجل لما قاس البريشر في الرايت فنتركل ولقاه عالي ودخل القسطره في البلمونري ارتري ولقاها واطي ده ساعه السيستول، يبقى البريشر هنا عالي وهنا واطي الصمام ضيق، ده اسمه بريشر جريدينت اكروس الفالف. ده لو زاد عن 50 برضه سيفير، لو زاد عن 50 يبقى ايه؟ سيفير. خلي بالك ان الميرمر هنا اكتب ساعات بيبقى شبه الفي اس سي دي. لما ناخد بقى الفي اس سي دي ميرمر هنقعد بقى نحط، انتوا بقى تفكروني ان احنا نحط الكومباريزون ما بين الاثنين. الحقيقه في فالفولر وفي سب فالفولر. الفالفولر بقى اكتب ان الفالفولر افضل. يعني انا لما الاقي الحاله بتاعتي بالمونري ستينوزيس والاقيها فالفولر ده انا افرح وانبسط الحمد لله، لان دي من الصمامات اللي بتتوسع بالقسطره البالونيه. السب فالفولر بيبقى مشكله شويه، بيبقى شبه الفالوت كده وبيبقى محتاج ريسكشن وشغلانه. فانا هقول لك بقى على قصه عشان تحس بالبي اس، ما انت اهم حاجه ان انا احس بالموضوع، احساسي ايه بالموضوع؟ خلي بالك في بنت صغيرة، البنت دي كان عندها بتاع 4 سنين كده حلو. فالبنت دي ابوها ضابط شرطة، ضابط شرطة كويس بس هو كان ايه عنيف شوية، هو راجل محترم بس عنيف. انا كنت دايما اقول له يعني ما بطل العنف لو بتاع ده، انت كنت كويس زمان مالك؟ فهو طبعا بقى الناس وحشين. فالمهم زي ما تقول هو بدأ يشد شوية كده وبتاع، فزي ما تقول ايه ربنا قال لك اديله درس بسيط يعني، الحمد لله كان بسيط. هو من ساعتها بقى كويس قوي على فكرة، ظابط يعني.
فالمهم ايه، البنت بنته تعبت شويه، جالها شيست انفكشن، فراح واخدها لدكتور الاطفال، فدكتور الاطفال ايه بيكشف عليها، بس زار كشف بقى باهتمام، فراح سامع مرمر على البنت. المرمر ده هو سمعه سيستوليك مرمر تو ذا ليفت سايد اوف ذا سترنم. فالراجل فالدكتور ايه بقى؟ راح قال لك ده ايه، بنتك عندها ثقب في القلب، شخصها في اس دي. انت بص بقى يا دكتور، بص ما تتعلمش تقول كده للعيانين. انت ليه بتقوله دايجنوز؟ انت يعني انت واثق من نفسك قوي للدرجه دي؟ خلي بالك انك انت اللي بنسمعه ده ساعات بيبقى حاجه والايكو بيطلع حاجه تانية خالص، مش عارف يعني. فالمهم انت تقول له والله يعني انا بس بطلب انك انت تعمل ايكو للبنت كده ونشوفها ان شاء الله وبتاع، مش لازم تهول يعني، في كده صوت بسيط وخلاص، مش لازم اتصرح وده ثقب في القلب. طب الثقب يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه؟ قاعد بقى يتكلم بقى. فطبعا الراجل ايه؟ هر. الراجل هنا هيهر بقى، خلي بالك، لانك انت لما هتشوف، انت لما انت بقى عندك عيل ولا بنتك ولا ابنك، هتلاقي نفسك يعني ما يحصل فيهم حاجه بتبقى مشكله. هتلاقي نفسك ايه؟ يجي فيا وما يجيش فيه، انا مش مهم. هي كده ربنا خلق الدنيا كده. فالمهم ايه، راح رايح جري على مين؟ على الايكو. فالايكو اتعمل وراح طالع ايه بقى؟ بص يا دكتور، طالع ايه بقى؟ طلع بالمونري استينوزيس واحد. يبقى ايه؟ نقول ايه؟ الحمد لله. بالمونري استينوزيس ده حاجه تانية خالص، حاجه بسيطه. يبقى نمبر 1 الحمد لله، عشان انت تبقى عارف الفرق بين ده وبين ده. البي اس الحمد لله، بريشر جريديان حاجه 20 الحمد لله، فالفولر اللهم صل على النبي ده ربنا كرام. البنت دلوقتي حتى الان فولو اب، نو نيد لاي انترفيرنس خالص، وحاليا خلاص يعني قربت تتخطب بقت عروسه. بس السؤال بقى، هنقول خطيبها على البريشر جريديانت ولا احنا نقوله بريشر جريديانت؟ مش هنقوله بي اس، في بريشر جريديانت 20 بس وخلاص. ما انا قلت لك يا ابني، انت ما انت نسيت لما قلت الكلمه دي، هي دي. نقول له ولا ما نقولوش؟ نقول له يا عم، البنت حلوه هياخدها برضه. هي ايه اخرها ايه؟ يقول لك وايه بقى، ما شاء الله الرايت فنتريكل حتى الان ما كبرش، هو ربنا مبارك لها، والبنت ما عندهاش سيمتوم، خلاص زي الفل. ماكسيمم هنعمل لها ايه؟ توسيع بالقسطره البالونيه. ادي الموضوع، شفت بقى الفرق بقى؟ يبقى انت يا دكتور كده وقعت قلب الراجل. الراجل بقى من ساعتها هو بقى ايه؟ حسن، فاتظبط ظبط. وبعدين جه افترى بعدها بشويه تاني، فجاله فاتي ليفر. فالفاتي ليفر كان شديد، فعلى الليفر انزايمز، فبدا يخش في وهم الهيباتايتس سي، فرجع اتعدل تاني بعد. طبعا يعني بالظبط زميلكم بيقول كلمه كويسه، ان هل هي بقى لما تبقى حامل هيبقى ايه الوضع؟ على فكره البي اس فيري جود بروجنوزز مع البريشر جريدينت الواطي ده، ما تخافش عليها خالص، ده البنت دي هتبقى كويسه والعروسه موجوده يعني. لو انت انت لو شفتها هتشيل على طول حاجه زي الفل. ما احنا بنشوف لها برضو عريس كده برضو يكون عنده شويه بروتينوريا ولا حاجه، بس تبقى سيمتوماتيك على اساس تبقى يعني ايه. فبص بقى، انتوا فاكرين، فيقول لك طب انت ازاي تعرف دي فالفولار ولا سب فالفولار؟ قول له ايجكشن سيستوليك كليك. ما احنا قلنا الصمام لما يبقى هو نفس البدايه ناشف، لما بيفتح بيروح عامل دكه كده، اللي هو الايجكشن سيستوليك كليك. وفي حاجه اسمها فولس ستينوتيك دايليتيشن، مش مهمه قوي بس برضه عرفوها. انت عارف الكلام ده بينطبق على مين بقى؟ فالفولار وسب فالفولار. ها؟ اكتب على الفالفولار والسب فالفولار، هذا الكلام ينطبق على الاورتيك ستينوتيك.
يعني لو جه قال لك ازاي تفرق الاورتيك ستينوزس فالفولار ولا سب فالفولار هقول الكلام ده برضه. بس انا هرجع بقوله تاني. بص يا دكتور ده رايت فنتركل اهو وقال البالمونري فالف الضيق لو هو فالفولار انا قلت لك معلومه قلت لك لما الصمام بيضيق الدايركشن بتاع البلاد فلو بيحصل له ايه؟ الامان دايركتد زي الخرطوم كده لما تدوس على الخرطوم كده ميه تلاقي الميه تبقى امان دايركتد هتلاقي الايه الدم يروح ماشي عامل كده يروح جاي في الحته دي عامل ايه؟ دايلاتيشن دي اسمها بوست ستينوتيك دايلاتيشن يبقى الكلام ده مهم يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول لك هاو كان يو ديفرنشيت بتوين بي اس فالفولار وسب فالفولار الفالفولار كليك بوست ستينوتيك دايلاتيشن ايكو والفالفولار هو الافضل وهو الاجمل ويا ريت يبقى له بريشر جريدينت و والبالونه يا سلام عشان كده لما اجي اقول لك هو الفي اس دي بقى فرقوا عن البي اس طب ايه الفرق بين الاثنين في البروجنوزس يعني لازم ابقى انا حاسس بالفرق بين ده وبين ده عشان انا اقدر اتكلم هو انا ليه بسال في الحاجات دي طب الاورتيك ستينوزس فالفولار ولا سب فالفولار نفس الكلام ايجكشن سيستوليك كليك بوست ستينوتيك دايليتيشن هنعمل ايه الانفستيجيشن بقى جميل اي سي جي ايكو طبعا اهم حاجه البريشر جريديان وفي الاخر مايلد هتعمل فولو اب سيفير فالفو بلاستي بالون دايليتيشن في الفالفولار طيب انما الثاني مش هنعمل له حاجه الا بقى ايه ريسكشن طبعا الريسكشن دي عمليه بس هو التي بداوا على فكره هيشتغلوا بقى بالليزر هيقعدوا بقى يقول لك ايه دي حته لحميه تحت الصمام يحرقها اصل الليزر ده بيخلي الحاجه كانها مش موجوده خلاص تتلاشى حاجه سبحان الله يعني يقدروا يتصرفوا دلوقتي برضو وفي الاخر حاطين بس ديفرنشال دايجنوزز لبعض ايجكشن سيستوليك مرمر على البلمونري اريا يبقى خلي بالك اشهر مرمر سيستوليك على البلمونري اريا بتاع البلمونري هايبرتنشن لان البلمونري هايبرتنشن اتفقنا بيعمل دايليتيشن في البلمونري ترانك فبيعمل نوع من التربلنس في الدايليتد بلمونري ترانك والدم بيعدي والاي اس سي دي ان شاء الله هنعرف الهايبر دايناميك سيركوليشن في حاجه اسمها انوسنت ميرمر يعني في بعض حالات كده بتلاقي ميرمر الانوسنت ميرمر ده اكتب عليه على الشمال ايه حكايته انوسنت يعني بريد يعني في ناس كده ربنا خلقه عنده ميرمر على البلمونري اريا فانا دلوقتي ما اجي اقول لك هو الميرمر اللي على البلمونري اريا ده احتمال ايه هل ده بلمونري هايبرتنشن لا هل ده كونجينيتال لا هل ده هايبر دايناميك سيركوليشن لا ده مش كده خالص طلع حاجه اسمها انوسنت ميرمر الانوسنت ده اكتب ايه بين قوسين اللي هو disproportionate size of pulmonary valve to the size of right ventricle مش فاهم يعني بالظبط كده بص يا دكتور السايز ممكن نكتبها بالطريقه دي افضل سايز اوف بالمونري فالف رينج ديسبروبورشنت ويز ذا سايز اوف ذا رايت فنتريكل ذا سايز اوف بالمونري فالف رينج ديسبروبورشنت ويز ذا سايز اوف ذا رايت فنتريكل ان ابسنس اوف بي اس ما عندوش بالمونري ستينوزس يعني زي ما تقول كده ان حجم البلمونري فالف مش متوائم مع حجم الرايت فنتريكل خلاص كده هتقولي مش فاهم يا دكتور اقول لك اصل الموضوع ده مهم كومن بص
دلوقتي واحنا قاعدين كلنا كده دلوقتي، احنا قاعدين اهو كلنا، كلنا الرايت فنتركل بتاعنا اخباره ايه؟ نورمال سايز صح. بس هل الرايت فنتركل بتاعنا كلنا نفس السايز؟ مش ممكن. طب البلمونري فالف بتاعنا كلنا اخبارنا ايه؟ نورمال سايز. بس هل فتحه البلمونري فالف فينا كلنا زي بعضنا؟ لا. بس ايه الحاجه اللي فينا كلنا؟ ان ربنا خلق فيه بروبورشنال سايز اوف ذا رايت فنتركل اند ذا رينج اوف بلمونري فالف، الاثنين في بينهم تناسق. البني ادم ده اتخلق ما عندوش تناسق رايت فنتركل سايز وذين رينج، بلمونري فالف رينج وذين رينج، بس الاثنين مش بروبورشنال. فالدم بيعدي من الحته دي بيحصل له نوع من التربلنس فبيعمل الصوت مرمر بسيط. والناس تحتار يقول لك ده انوسنت مرمر على البلمونري اريا. انا بشبهها بالجزمه. فرده الجزمه يعني ايه؟ انت رحت تشتري جزمه فانت مقاسك 43. فانت رحت داخل انا عايز 43. فراح جاي الجزمه ايه 43 ايه؟ جت زي ما تقول يعني واسع عليك شويه. القالب ده جه واسع. خلاص؟ طب هات 42. ليه 42؟ ضيق جدا. بس انا عايز الجزمه. عايزها ازاي؟ 43 اخد مين بقى؟ اخد 42 الضيقه تفرتك رجلي ولا اخد ال 43 الواسعه شويه؟ هاخد ال 43 الواسعه شويه، بس هقول له حط لي فيها ايه؟ فرشه. هيحط فيها فرشه. حلو كده؟ الجزمه جديده ونورمال وانا رجلي ما فيهاش حاجه، بس انا لابس الجزمه مش مخيشه في رجلي. مظبوط بقى. فطول ما انا ماشي وبنزل السلم واطلع كده تلاقي الجزمه عماله ايه؟ تلق في رجلي. انوسنت اب نورمال موفمنت للبلد. موفمنت ايه؟ للبلد. شكرا يا شباب.